فكان لدينا في اجتماع المكتب السياسي جاء الأستاذ حكمة الرواشدة نائب الأمين العام للحزب لنتفق على ترتيبات هذه الوقفة الاحتجاجية، وكان أيضا موجودا الأستاذ سالم الفلاحات اللي هو نائب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ، يعني بدأنا الحديث حول المذكرة التي كنا سنوجهها إلى الدكتور عمر الرزاز ونوجهها أيضا إلى مجلس الأمة، ثم تطرقنا إلى ترتيبات الوقفة الاحتجاجية ومن سيلقي الكلمات وما إلى ذلك. وفوجئنا وكان هنالك 4 من أعضاء المكتب السياسي من حزب أردن أقوى موجودين في هذه الجلسة. فوجئنا بأن الأستاذ حكمة يقول والله لأن هذه الوقفة أمام مسجد اللي هو المسجد الحسيني، نحن لا يعني نوافق على أنه امرأة هي التي تلقي كلمة الحزب، خصوصا أنها امرأة سافرة وغير محجبة. طبعا هذا أثار استياء أعضاء المكتب السياسي من كل النواحي، أولا لأنه تدخل في قرار لحزب مستقل هو حزب أردن أقوى الذي من حقه أن يقرر من الذي يلقي كلمته، وليس من حق أي حزب آخر أن يتدخل في تحديد هوية من الذي يتحدث باسم أي حزب مسجل ومرخص بالنيابة عن ذلك الحزب. فكانت هذه المشكلة الأولى في اللي حصل. المشكلة الثانية أنه قال امرأة، فقلت له طيب لماذا لا تدعون واحدة من النائبات الذين لديكم أيضا يقدموا كلمة حزب جبهة العمل الإسلامي؟ فقال لا، نحن ناقشنا هذا الموضوع في اجتماع سابق للحزب وقالوا لا نريد أي امرأة أن تخطب أمام المسجد، لأنه والله في خصوصية والمصلين بيطلعوا، وحدث قبل ذلك أن عبر المصلون عن استيائهم. طيب دكتورة رولا، دعينا نتوقف عند هذا الوصف التفصيلي لما جرى ونستمع إلى وجهة النظر الأخرى، ونرحب بالسيد حكمة الرواشدة نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي من الأردن. أهلا بك سيد حكمة، أعتقد استمعت إلى ما قالته الدكتورة رولا وأنت كنت حاضر وكنت أحد أطراف ما حدث. لماذا يمنع حزب الجبهة امرأة وسافرة على حد تعبير الحزب من إلقاء كلمة سياسية وليس دينية حتى؟ حياك الله يا أخي الكريم، وحيا الله الدكتورة رولا وكل مستمعين البي بي سي. حقيقة أنا يعني بتفاجأ بما أسمع أولا، وأتفاجأ من إثارة كل هذه الضجة وما حصل في البيان وما اتهمنا به من اتهامات. أنا قبل أرد على التفصيل اللي ذكرته الأخت الدكتورة رولا واللي بنكل لها كل احترام والتقدير، وهي تعلم وتسمع لي هي الآن وتعلم علاقتي فيها جيدة وزوجها، وبالتالي لها عندنا كل احترام والتقدير. تفضل بالشرح سيد حكمة. بتأكد على قضيتين قبل ما أحكي في التفصيل. القضية الأولى أننا في جبهة العمل الإسلامي والحركة الإسلامية في الأردن لا نقول ماذا نفعل بالنسبة للمرأة وما نقدم لها، بل سأقول ما نفعله حقيقة على الأرض. نحن من أوائل من قدموا المرأة إلى البرلمان، ونعتز بمشاركة أخواتنا في البرلمان وفي المجالس النقابية والبلدية واللامركزية. سيد حكمة اسمح لي، نحن لا نتحدث عن برنامج للحزب، نحن نتحدث عن واقعة بعينها. لو سمحتي ليس لدينا الكثير من الوقت. لا، البيان اسمح لي يا أخي، البيان تحدث عن أنه نحن عندنا تمييز ضد المرأة، وبالتالي اسمح لي أكد لو سمحتي، لا أضيع وقتي. احنا موقفنا من المرأة موقف واضح، أننا نعتز بمشاركتها ونعطيها كل الحق، وهي تشارك عندنا في كل الهيئات القيادية. ثم الحزب تعود أن يستقبل سيدات في عدة مناسبات، ومنها الدكتورة رولا الحروب كانت عندنا مشاركة في جلسة حوارية في تربوية، وكانت طلعت الجلسة وتم تكريمها فيها. وبالتالي ليس لنا موقف لا من الدكتور المرأة ولا من الدكتورة رولا الحروب، بل لها لنا لدينا. إذن ما الذي حدث يوم الجمعة الماضية خلال هذه الوقفة والمسيرة؟ هذه واحدة. أما الثانية فنحن شراكتنا مع الأحزاب منذ أكثر من 20 عام، نشارك ونقدم ويعني سيدي الكريم، هل قام الحزب بمنع الدكتورة رولا بالفعل كما تقول الدكتورة رولا وهي معنا من إلقاء الكلمة؟ أنا أكمل، أنت بتقاطعيني بضيع الوقت. أنا أكمل يا أختي. وبالتالي احنا شراكتنا مع الأحزاب معروفة، ونقدم كل ما يساهم في تقدم هذه الشراكة. أما ما حصل في ذلك اليوم هي مجرد ملاحظة خلال نقاشنا حول الكلمات. أنا قلت
يكفينا كلمة واحدة للدكتور الشيخ سالم الفلاحات أمام المسجد الحسيني، والدكتورة رولا تتحدث نيابة عنا في الوقفة القادمة في الأسبوع القادم أمام مجلس النواب أو الرئاسة. وبالتالي لم نضع قيدا على حزب أرض الأقوى، لكن عندما طرح أن يكون هناك كلمة للدكتورة رولا، فأنا شخصيا قلت ليس هناك قرار، أنا قلت أرى أنه تقديرا للموقف في المكان والزمان، الوقفة في ساحة المسجد والجمهور يطالع المسجد جمهور غير مسيس وقد يعترض على وقوف امرأة على البكاء بين الوقفة كانت سياسية لا علاقة لها بالصلاة. اسمحي لي لو سمحت، الوقفة صح سياسية لكن بساحة المسجد. السياح السائحات الأجنبيات لدينهم مش إسلامي عندما يدخلوا المساجد يلبسوا على، وبالتالي يقدروا قدسية المكان. أنا ما قلت شيء، هي مجرد ملاحظة بسيطة صغيرة.